هل يشترط نصح المخطئ قبل إعلان الرد عليه؟ هل يشترط نصح المخطئ قبل إعلان الرد عليه؟ نصح إيش؟ المخطئ. المخطئ. أيوه. أي نعم، إذا كان عندك علم، إذا كان عندك علم وعرفت أن هذا الشيء خطأ ومخالف الكتاب والسنة، يجب عليك أنك تبين للمخطئ بالحكمة والموعظة الحسنة، ما هو بالتعنيف ولا بالتشديد عليه، وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة، وتبين له الحكم الشرعي. هذا واجب عليك.